والله لازم الكورونا دي جايه علينا بخسارة. ازيكم يا شباب، معاكم سيف الضوي من ايفو فيتنس، وصباح الفل عليكم او مساء الفل على حسب انت بتشوف الفيديو ده امتى. وفلوج الكورونا هو يومه ماشي ازاي اصلا؟ هو بيعمل ايه في يومه عشان يعمل فلوج؟ وهي دي الفكره، ان انا اصلا ما بعملش حاجه في اليوم حرفيا، انا بشتغل من البيت، بتمرن من البيت، وبذاكر من البيت، فكل حاجه بعملها من البيت. بس خليني اوريك برضو ان انت حتى لو انت في البيت هتقدر تتمرن كويس، تقدر تاكل كويس، تقدر تشتغل لو انت بتشتغل، وفي نفس الوقت تقدر تعمل حاجات كتير جدا. فالنهارده هيبقى يوم كامل من وجبات الكورونا ويوم كامل من التمرين، عشان الناس دايما تقول لي انت الاكل اللي انت بتاكله زي البيتزا والبرجر والكلام ده بتاكله وانت بره بس، بس حتى لو انا بره هطلبه في البيت. لا بهزر، خليني اوريك الموضوع سهل قد ايه. خليني اوريك ان انت ازاي تقدر تتمرن في البيت وتاكل الاكل اللي انت بتحبه في الظروف اللي احنا فيها، وفي نفس الوقت تعمل تقدم، تعمل بروجرس، وتخلي شكل جسمك احسن. خليني اوريك الموضوع سهل قد ايه. وهنبتدي طبعا باول وجبه والناس كلها عارفاها، وهي بوله الشوفان اللي انا دايما بعملها. وطبعا يا شباب انا هستعجل الموضوع عشان في ناس كتير عارفه الموضوع ده، بس اللي انا بعمله هو بحط 100 جرام شوفان، 300 مللي لبن خالي الدسم، 300 مللي سكيمد ميلك، والنوم عاملينه على طول من غير ما نريح، ان احنا نقوم حاطين البتاع ده 3 دقائق في المايكرويف. عشان طبعا الفيديو بتاع لازم يبقى ممتع، لازم يبقى فيه ترانزيشنز وحاجات حلوه من اللي انتوا بتحبوها. فاللي انا هعمله ان انا دلوقتي اخش كده ونقوم عاملين كده، وناخد بوله الشوفان تاني من المايكرويف. ده يا جدعان شكله بعد 3 دقائق، ده الشكل اللي انا بحبه عامه، وده الشكل اللي انت عايز توصل له لو انت بتحب الكونسيستنسي او السماكه دي. وعلى طول كده من غير ما نريح، مش عايزين نضيع وقت، عايزين نحط سكوب من التشالنجر واي عليه، وهنحط 5 جرام من الكرياتين. سكوب من التشالنجر واي تقريبا يا جدعان بتبقى، عشان بملى السكوب بضمير يعني، بتبقى حوالي 40 جرام 38 جرام حاجه كده، فانا هحسبها كانها 40 جرام. الله عليا، لسه منظفين البيت وهيشخوني دلوقتي. انا عايز انظف الكلام ده قبل ما يشوفوه، عشان عارفين لسه منظفين البيت حالا. وايه؟ المفروض كده ان احنا نظفنا كل حاجه بضمير. دلوقتي اللي انا هعمله احط 8 جرام بينت باتر او 8 جرام من زبده الفول السوداني عشان تدي طعم اكتر، لان انا ببساطه اللي انا هعمله ان انا مش عايز الوجبه دي يبقى فيها كالوريز ويبقى فيها سعرات كتير، عشان انا بالليل هاكل حاجه من الحاجات من الاخر اللي انت ممكن تاكلها بره بس بتتعمل في البيت، عشان انت تبقى عارف سعراتها وتعرف تتحكم بنسبه البروتين والكربوهيدرات والفات والكلام ده كله. فهاخد 8 جرام بينت باتر من دي، بعد كده هقلبه وهيبقى شكله عامل كده بالظبط. ده كده هيكون شكله، دي اول وجبه النهارده اللي هي بوله الشوفان الصحيه. الناس دايما تقول ان انت الفطار بتاعك بيبقى نيله، اهو يا جدعان قدامكم. والماكروز او السعرات بتاعت الوجبه دي هي 59 او 60 جرام بروتين، 88 جرام كربوهيدرات، و13 ونص جرام فات. دي اول وجبه. بس يا جدعان الفكره ان احنا في المطبخ، انا مش عايز صراحه نتكلم في المطبخ، فتعالوا نتكلم في الاوضه احسن كده احسن، صح؟ دلوقتي انا عايز اكلمكم في حاجه، ان ناس كتير بتسال، الناس بتقول طب انا اكل ازاي؟ اكل كام جرام بروتين؟ اكل كام جرام كربوهيدرات؟ السعرات بتاعتي تبقى عامله ازاي؟ وفي حاله زي اللي احنا فيها انت عايز تبقى قريب من سعرات الثبات بتاعتك، لان انت ببساطه لو عملت عجز من السعرات كبير هتلسع، من الاخر هتحس اللي احنا فيه ده يا جدعان ببساطه احنا في سجن. يعني انت قاعد في البيت، تخيل ان انت بقى لو انت عامل عجز من السعرات كبير وقاعد محجوز، قاعد من الاخر حابسينك، اولا هتلسع، تاني حاجة العضل اللي انت عامله ممكن يتعرض ان هو من الاخر تنزله، تالت حاجة مش هتحس ان انت مبسوط. فليه؟ فالكلاينتس او اللي احنا بنعمله مع الكلاينتس بتوعنا ببساطة ان هم بيبقوا في عجز من السعرات بسيط، وكده كده انت المينتنس او سعرات الثبات بتاعتك هتقل وانت في البيت، لان انت ببساطة الاكتيفيتي ليفل بتاعك او معدل النشاط قل. فاللي انت لازم تعمله ان انت حاول على قد ما تقدر ان انت تبقى في عجز من السعرات بسيط، يا اما تكون على سعرات الثبات بتاعتك. انا باكل يعتبر 2500 2600، هتشوفوا الماكروز اخر الفيديو ده، فخليكوا طبعا متابعين الفيديو عشان تعرفوا انا باكل ايه عامه وكم جرام بروتين. وبالنسبه للبروتين بتاعك حاول تخليه عالي على قد ما تقدر. فانا باكل 2500 2600 لان انا المينتنس بتاعي قل، بس ما قلش قوي الحمد لله يعني، لان برضه في نفس الوقت انا عايز اقول لكم ان انا ما نزلتش غير مرتين من ساعه موضوع الكورونا ده، الدراسه في البيت، التمرين في البيت والكلام ده كله. فاللي انا هعمله دلوقتي ان انا طبعا هاكل بول شوفان، بعديها بشويه هتمرن، هوريكم طبعا التمرين واقول لكم ازاي تتمرنوا. وحاجه يا جدعان دلوقتي انا عايز اقولها او عايز يعني المس عليها، ان بما انك قاعد في البيت حاول تنتهز الحاجات اللي انت ما كنتش بتقدر تعملها، او الحاجات اللي تقدر تحسن من نفسك من الاخر، ان انت تقدر تقرا اكتر، ان انت تتعلم حاجه جديده، ان انت تقدر تعمل الحاجات اللي ما كنتش قادر تعملها، عشان المفروض ان انت كنت بتقول ما عندكش وقت بسبب دراستك او شغلك او ايا كان. دلوقتي انت عندك الوقت كله، فلو في حاجه انت عايز تعملها، عايز تتعلمها، ده الوقت اللي انت تعمله من الاخر، لان بالذات لو انت عندك لفكره مشروع،
انت فكرتك رخيصه, يور ايديا از تشيب, لحد ما انت تطبقها, لحد ما انت تتعلم فيها من الاخر ان انت تقدر تظبطها, ان انت تقدر تاكسكيوت او تطبقها بطريقه مظبوطه. فاللي انا بعمله اليومين دول ان انا بقرا كتاب عن البيرسوناليتي او الشخصيات يعني. الكتاب ده انا كان عندي من ديسمبر لما سافرت نيويورك, بصراحه قريت نصه فانا عايز ابتدي اقرا النص الثاني, وابتديت ان انا اسمع اي بوكس اكتر. فده اللي انا بعمله شخصيا, وبتعلم حاجات اكتر على الديجيتال ماركتنج والسوشيال ميديا والكلام ده كله, عشان ده طبعا ده شغل ان انا وعبد الرحمن. فده شخصيا اللي انا بعمله. كل واحد طبعا يكتب في الكومنتس ايه اللي هو عايز يتعلمه, وايه الحاجه اللي هو نفسه يستفيد بيها او يطلع بيها من الاسبوعين السجن اللي احنا عايشين فيهم. فدلوقتي انا خلص بولت شوفاندي وهعمل شويه حاجات ليها علاقه بالجامعه, ومش فاهم الصراحه ايه يعني ليه اعمل اساينمنتس في الجامعه تاني وانا في البيت, مش عارف ليه تدوني حاجات اعملها. بس اهو بقى اخر بتاع بقى يا رب نخلص خلاص يعني الكلام ده كله, بعد كده نبتدي سوا التمرين. انا اضطريت ان انا انزل انظر انا اجيب البري ورك اوت بتاعي لان في حصل تجاوز. فاللي انا باخده بري ورك اوت هو الهاي برو بتاع دارن ده, وده فيه 20 جرام بروتين. هجيبه من انظر هو تقريبا تاخد ب 25 جنيه او 20 جنيه لو عندك شوي وعايز حاجه سريعه, فده هيبقى من احسن الحاجات اللي انت هتقدر تجيبها. هاي برو بتاع دانن 20 جرام بروتين وسرعه جدا طعمه, طبعا عامل زي زبادول بالفراوله, فده بالنسبه لي حاجه جامده. في منه بالفانيليا بس ده اكتر واحد بحبه, في فراوله وفي فانيليا. مفيش وقت بيضيع, مفيش وقت خالص. شكرا. المهم انا اضطريت انزل عشان في حظر تجول من الساعه 8, لان الشعب اتهبل وبيعملوا مظاهرات عشان في حظر تجول بسبب كورونا. يعني البلد بتحمينا عشان ما نتجمعش كتير عشان الموضوع ما ينتشرش وكده, هم عاملين مظاهره, فاهم يعني قمه التخلف. مش عارف صراحه يا جدعان ده ايه, ما اعرفش انت كنت في المظاهرات ولا لا, بس يعني احنا اكيد ما تهبلناش يعني. فالمهم رحت جبت جدعان البوست ورك اوت الحاجه اللي انا هشربها بعد التمرين. دلوقتي هطلع واوريكم التمرينه وهفهمكم كل حاجه وافهمك انت ازاي تقدر تتمرن انت. ودلوقتي بقى جينا للحته المهمه, هو التمرين. الواحد يتمرن ازاي, الواحد يتمرن كام يوم في الاسبوع, الواحد يعمل ايه ويتمرن ازاي في البيت عشان يوصل لاحسن نتيجه ممكنه ويقدر يعمل بروجرس او يقدر يحافظ على العضله اللي عنده. فببساطه اللي انا بعمله هو ان انا عندي دمبلز هنا, كل دمبل فيهم بتوصل لحد 35 كيلو و35 كيلو. واللي انا بعمله ان انا بتمرن فول بودي من 3 ل 4 ايام في الاسبوع, بركز على التمارين الكومباوند, التمارين المركبه اللي بتشغل اكتر من مفصل واللي بتشغل اكتر من عضله, ان هي دي من الاخر اللي هتديك اكتر نتيجه او هتديك احسن نتيجة ممكنه, وبحاول اتقدم بيها على مدار الوقت. هل من الاخر هتحتاج حاجه غير دمبلز من الاخر عشان تتمرن بيها؟ انا عايز اقول لك ان انت مش هتحتاج غير دمبلز. لو ما عندكش دمبلز ممكن تجيب ريزيستنس باندز, اتمرن باي حاجه فيها ريزيستنس او فيها مقاومه. لان المشكله دايما اللي احنا بنشوفه اليومين دول على انستجرام, تلاقي بقى البوتي بروجرام وتلاقي يقول لك تمارين البادي ويت ومش عارف ايه. الكلام ده كله كويس, بس الكلام ده كله مش هيخليك تعمل نتيجه, او مش هيخليك تحافظ على العضل بتاعك لو انت مش بتتمرن بالشده كويسه ومش بتتمرن بانتاجيتي كويسه وبتتمرن تمارين مظبوطه وتتمرن عدات مظبوطه وهما جميع مظبوطه, انت مش هتوصل للنتيجه دي. فعشان الموضوع ده احنا عملنا لك تمرينه الكورونا. ممكن تخش على www.tamrinetelcorona.com. التمرينه دي فور فري او مجانيه, ان انت تقدر تنزلها وتتمرنها مخصصه بالانتنسيتي بالشده المظبوطه, بكام يوم في الاسبوع, بكام عده تقدر تتمرنها, بكام مجموعه مخصصه بالانتنسيتي والشده اللي هتقدر تخليك تبروجرس وتتقدم وانت في البيت, ان انت تقدر تتمرن بطريقه كويسه. اللي احنا بنشوفه اليومين دول مش دي الحاجه اللي انت محتاجها لو انت عايز تعمل نتيجه, لو انت عايز تعمل بروجرس وتخلي جسمك كويس, مش ده الصح. تمرين الكورونا مخصصه ان انت تقدر تعمل بروجرس في البيت, ان انت تقدر تعمل نتيجه في البيت وتوصل للهدف اللي انت عايزه. خش على www.tamrinetelcorona.com وتقدر تنزلها وهتعرف قد ايه هي مخصصه. وانا النهارده هتمرن اول يوم في تمرين الكورونا, النهارده تاني اسبوع بتمرن اول تمرينه في اول اسبوع. انت لما تنزل التمرينه 6 اسابيع. خش على الويب سايت ونزل التمرينه فور فري عشان تبتدي انت كمان, ويلا بينا على التمرين. Bro got caught up in the system again, I praying that he be the case. Keeping a mask to cover my face, cause I so different than Jake's. I get the call, make a play, you can come get you a death for the tray. My time here is so temporary, you need me but I can't stay. That light gon' shine either way, I know I'm gon' die either way. On the paper chase, I drop the top and look out of space. When I hit me a lick, you can't see my face. Now he out, he won't make it to home base. Chasing money at my own pace. I'm a king, I should eat on a gold plate. Say you grindin', but these niggas don't skate. Fit in my circle because you the wrong shape. While I'm smiling, you stressing. You hating on all of my blessings. You thinking I'm walking around flexing, but I done put some pain in place.
playing his chess. And I can't complain, it's just the result of effort. I can't compete cause I don't see no competitors. Came in the game trying to make something better than go chill with pirates where treasure is treacherous. Smoking on purple to great. Hit my Brody big B like the 8. Ayy, when we be flowing, it's great. The team be ballin' like late. Ayy, windmilling like number 8. Jumping off out of the space. Ayy, 2 foes with mill in your face. Send a nigga out of space. Ayy. Ayy, you know my soul shine when the lights out. You don't gotta question what I'm about. When I'm in my bag, I be zoning out. I don't know why niggas chase clout. Caught him in traffic, he switching routes. And he started switching up. I'm counting this money, that's why I get paper cuts. I'm in the stew cooking up. And ain't no one stopping us. Ain't no one stopping us. Bitches be topping us, money keep coming, yeah, we get a lot of it. Run down on any nigga that's suspicious, you know that we poppin' shit. Like a plunger, you know that we stoppin' shit. Grab the work and the scale, gotta clock the shit. If I go broke, then I go back to robbing shit. Pass me the Henny, I don't drink no vodka, bitch. Pass me the rock, I'ma shoot for the win. I ain't have to, it was my choice to sin. I restart my life and I do it again. Said she down to fuck cause I'm whipping the bin. Can't be down with the crew cause I don't do new friends. Thought you was next up, I fucked up the دلوقتي التمرين خلصت عنا تقريبا ساعة وتلت بنتمرن، واللي انا اكتشفته ان انا حد بعت لي الوقت انا عندي محاضرة اونلاين بعد 5 دقايق بالظبط، فانا هعمل دلوقتي ان انا هاخد البوست ورك اوت بتاعت الهاي برو بتاع دامن ده، بعد كده اروح استحمى، واكيد مش هاخدكم معايا وانا بستحمى، بعد كده هنشوف المحاضرة دي. هو غالبا المحاضرة دي تقعد بتاع 40 دقيقة، بس اللي انا بعمله دايما ان انا بفتح المحاضرة وبسرح، ما بسمعلوش الصراحة وبعمل اي حاجة تاني. فغالبا هيبقى في المحاضرة، هيبقى في نتفليكس، هيبقى في شوية حاجات كده تتعمل في البيت، ان انا ببساطة قاعد في البيت، قاعد في السجن، فلازم اعمل اي حاجة من الاخر، او انت لازم تشوف اي حاجة تبسطك، او اي حاجة من الاخر تقدر تفيدك اكتر. كنا بنقرا شوية، والاهم من كده طبعا ان في وجبة انا بحبها جدا شخصيا، الوجبة دي بعتبرها التشيت ميل بتاعتي وانا في البيت، وبقدر اعملها تراك وبقدر احسبها، وفي نفس الوقت دي وجبة ما بحسش اصلا بيها ان انا بعمل دايت، خاصة لما بنحطها للكلاينتس او الناس اللي احنا بنمرنهم انا وعبد الرحمن في الدايت بتاعنا. وانا عايز اقول لكم ان هو دلوقتي الدكتور عمال يتكلم، وانا ايه يعني، بصوا يا جدعان انا هوريكم اهو، وانا دلوقتي عمال اختار باك جراوند جديده للكمبيوتر، انا قررت ان انا اختار دي ان بنتلي هي الحياه كلها يعني. خلصنا يا جدعان المحاضره، والدكتور الدكتور قاعد يرغي وانا ما فهمش ولا حاجه. ايه رايك، مبسوطه مني؟ احسن. دلوقتي يا جدعان احنا هناخد اكبر وجبه في اليوم، وهي البرجر البيت، برجر البيتي، وده طبعا امي العزيزه هي اللي بتعمله، ان انا افشل واحد بيعمل برجر، بعرف اعمل ستيك لحمه ما اعرفش اعمل برجر، بس البرجر ده يا جدعان الدهون فيه عاليه شويه الصراحه. هو 20% يعني، انا اللي كنت بجيبه قبل كده كان 10% تقريبا، ده 20%، فالوجبه دي كبيره جدا. الوجبه دي فيها 91 جرام بروتين، 56 جرام كربوهيدرات، و100 جرام فاس، و100 جرام دهون. الكالوريز بتاعتها تبقى حوالي تقريبا 1500 كالوري. فطبعا اللي حصل هو ان احنا وزننا الجبنه، وزننا المايونيز، وطبعا وزننا العيش، عشان نعرف كل حاجه فيها كام كالوري، كام جرام بروتين، كام جرام كربوهيدرات، وكام جرام فاس، عشان نبقى اكيوريت اس بوسبل، او تبقى بدقه من الاخر ان انت مظبوط تعرف تاكل الاكل اللي انت بتحبه، وفي نفس الوقت تقدر تستمتع بالموضوع ده وتعمل بروجرس وتوصل للنتيجه اللي انت عايزها. لان الموضوع كله بيتروح ان انت لازم تاكل كميه البروتين بتاعتك المظبوطه، والكالوريز بتاعتك، والمايكرو نيوترينتس. عايز طبعا تعرف الكلام ده اكتر، انا مش هخش في الموضوع بالتفصيل عشان ناس كتير اصلا عارفه الكلام ده كله، ممكن تخش على فيديوهات قديمه على الشانل وهتعرف الكلام ده اكتر، بس دلوقتي خلينا في المهم، وهو عظمه البرجر ده. ايوه زيت المزيكا، ايوه صح. طبعا اخر خطوه شويه المايونيز. ده كده اول واحد فيهم، انا هاكل 2. لو دوست هنا كده بس اسمع صوته. اللي هيقول بقى بعد كده ان الدايت مش ممتع وما ينفعش تاكل الاكل اللي انت بتحبه وتوصل لنتيجه وفي نفس الوقت تستمتع بحياتك، يبقى انت مش في 2020 من الاخر. 2020 يعني في الدايت يعني فول فيتنس، بس انا بقول بس. فانت ممكن تخش على الشانل وتستفسر طبعا ان انت تعمل سبسكرايب عشان من الاخر تعرف تعمل الكلام ده كله، وتقدر تخصص لنفسك الدايت بلان بتاعتك وتستمتع بحياتك وتاكل الاكل اللي انت بتحبه. ولاي حد طبعا عايز يعرف البرجر ده مكون من ايه، مكون من 430 جرام لحمه 80-20 اللي هي 80% لين 20% فات، والبرجر بونز، والجبنه اللي احنا بنستعملها هي الجبنه البريزيدو اللي هي اللايت، الواحده بتبقى 16 جرام، واحنا مستعملين 4، فهيبقى التوتال كده 64 جرام، وبحط تقريبا شويه مايونيز صغيرين اللي هو ممكن يعادل حوالي 20 جرام على الساندوتشين.
هذا اللي انا بستعمله عشان الساندويتش ده. في ناس تقول لك طب هل الفات العالي ده ممكن اصلا يدخنك؟ لا مش صح، لان الفكره كلها اللي هيخليك تدخن بالزياده هو لو انت فائض من السعرات عالي. زي ما بقول لك انت ممكن تخش على الشانل وهتلاقي فيديو حرفيا لكل حاجه. انت لو شفت من الاخر، لو شفت الفيديوز اللي على الشانل كلها، انت مش هتحتاج مدرب طول حياتك. وصدقني انا عارف بقول لك كويس جدا. اقسم بالله انا فاكر دلوقتي برضو انا عايز اقول حاجه. الناس كتير سالتها وانا ما قلتهاش، ان انت سبب من الاسباب اللي انت لازم تاكل على سعرات الثبات بتاعتك او تبقى في عجز صغير، لان ببساطه لو انت في عجز من السعرات كبير ده بيعرض من اخر صحتك، او لا قدر الله ان انت ممكن تتعرض لاي حاجه من اللي بتحصل دلوقتي. ان انا برضو اسالك سؤال، تفضل ان انت تخس بنفس المعدل اللي انت كنت بتنزل فيه قبل موضوع الكورونا ده يبتدي وكلامنا كله، بس تكون صحتك معرضه للخطر شويه لا قدر الله، ولا تبروجرس برضو وتتقدم بس بريت اصغر شويه حتى لو بالنص، بس تتاكد ان انت صحتك من الاخر كويسه وان انت مش هتعرضها الريسك اعلى زي لو انت كنت في عجز عالي؟ فدي حاجه من الحاجات اللي انت لازم تاخدها انت كونسيدريشن او في اعتبارك لو انت حد بيخس، ان انت ما تبقاش في عجز من السعرات عالي. لو هتبقى في عجز تاكد العجز يبقى متوسط او واطي، او انت كل ما تبقى اقرب من سعرات الثبات بتاعتك هيبقى احسن بكتير. صدقني انت دلوقتي مش هتركز ان انت يبقى جسمك احسن جسم عشان تروح الساحل، هنا غالبا ما فيهاش ساحل، غالبا هنقارض يعني. لا لا باظ، بس انت مش هتركز على ده دلوقتي. انت هدفك من الاخر ان انت تقدر تبروجرس على قد ما تقدر. زي ما بقول ان انت لازم تركز على حاجه اسمها لونجيفيتي، لازم تركز على المدى الطويل. لو انت بتخس يا عم نص كيلو في الاسبوع، نص كيلو بس على مدار 10 اسابيع ده 5 كيلو، يعني انت بتخس في 10 اسابيع 5 كيلو او 4 كيلو حتى، وفي نفس الوقت انت محافظ على صحتك، عارف ان انت مش هتبقى ات ريسك، وان انت مش هتبقى ات ريسك زي ما انت كنت لو كنت هتكون في عجز من السعرات عالي. فدي حاجه انا كنت عايز اقولها. ودلوقتي اللي انا بعمله واللي انا هعمله يعني ان انا بتفرج على The Godfather، ودي اول حاجه من الحاجات اللي احنا هنتفرج عليها النهارده بما ان الواحد فاضي، بس لازم طبعا اخلص الحاجات دي كلها وعندي شويه شغل لازم اخلصه. من انا بسلم شغل اربع خميس اثنين اربع خميس جمعه، بكره يوم الاربع، فانا لازم النهارده اخلص الشغل، شويه شغل مش بياخد وقت يعني اخلصها، حاجه ليها علاقه بالديجيتال ماركتنج او السوشيال ميديا. ده حاجه من الحاجات اللي انا بعملها بس، فادينا مكملين اليوم يعني. One eternity later. طيب يا جدعان دلوقتي الساعة ولسه مخلص شغل، وانا عايز اقول لكم يا جدعان اصلا ان انا لسه مخلصتش الفيلم، لسه مخلصتش جاد فادر، لقيت نفسي استحلت في كام حاجة فالصراحة معرفتش اتفرج عليه، فقلت اخلص كده احترم نفسي اخلص كل حاجة ورايا، وقريت شوية كمان من نفس الكتاب اللي انا كنت بقرا منه. بس مهم اخر وجبة وهي 50 جرام فشار وواحدة دايت بيبسي، والصراحة عايز اشرب مية، انا مش ميه كتير، ان انا النهارده ما شربتش ميه كتير الصراحه. وطبعا في ناس ممكن تسال 50 جرام فشار دول قبل ولا بعد؟ خليني افاجئك واقول لك ان ال 50 جرام فشار قبل هم ال 50 جرام بعد. بس الماكروس بتاعه النهارده والكالوريز بتاعه النهارده 175 جرام بروتين، 190 جرام كربوهيدرات، و131 جرام فاتس. هتلاقي الماكروس محطوطه هنا دلوقتي، دي الكالوريز اللي انا كلتها النهارده، والماكروس بتاعتي للنهارده بالبروتين بالتمرين بكل حاجه. الفلوج ده ببساطه يا جدعان معمول عشان برضو مازال ان انت لو انت في البيت انت هتقدر تعمل بروجرس، هتقدر تتقدم، هتقدر من الاخر توصل للجسم اللي انت عايزه، وهتقدر تعمل دايت ايا كان الهدف بتاعك ايه. وزي ما بقول لك انت لو حد ناوي ان انت تخس، حاول ان انت ما تخسش بريت عالي، لان من الاخر انت عايز صحتك تكون كويسه، ومش عايز وانت في السجن اللي انت فيه ده تكون بتلسع او اي حاجه، لان انت صحتك او المنتل هيلث بتاعك اهم من ان انت من الاخر يبقى شكلها احسن منه، لان انت لو مش كويس هنا انت مش تقدر تعمل بروجرس في اي حاجه تماما. وغير كده اصلا ان الفتره اللي انت فيها دي انت حاول تنتهزها على قد ما تقدر، ان انت تقدر تقرا حاجه، ان انت تقدر تستفيد بيها باكبر كم ممكن، عشان بعد ما الفتره دي تخلص لو انت ناوي تبتدي اي حاجه، لو انت ناوي تفتح حاجه، لو انت ناوي تعمل اي كان اللي انت عايز تعمله، ناوي تشقط ولا اي حاجه، تكون فاهم انت بتعمل ايه، ان انت ما تكونش من الاخر قاعد الفتره دي عمال تاكل فشار وتتفرج وبس، بس على الاقل تكون بتعمل حاجه بتفيدك. بس يا جدعان ده الفيديو. قبل اي حاجه طبعا اتاكد ان انت بتنزل تمرينه الكورونا عشان تعرف ازاي تتمرن في البيت كويس. التمرينه مخصصه جدا، وانت لما تنزلها هتتفاجئ اصلا، وهتلاقي مفاجاه، وتلاقي حاجه احنا عاملينها للناس كلها كويسه. وللناس اللي نزلت التمرين قبل كده، خش ونزل التمرينه وهتشوف حاجه هتعجبك جدا صدقني. وده بس كده يا جدعان الفيديو، فتاكدوا ان انتوا بتنزلوا التمرينه www.tamrinetelcorona.com. مفيش حاجه احسن من كده، احنا مشترين لكم دومين مخصوص عشان نحط لكم عليه التمرينه، ما تخش ان فيه احسن من كده. بس هو ده الفيديو. وطبعا عشان السجن اللي احنا فيه ده
معظم الفيديوهات هتكون في البيت، بس هنحاول على قد ما نقدر طبعا ان احنا ننوع، وهنحاول على قد ما نقدر ان احنا ما نطلعش بالبيجامه في البيت، بس احنا طبعا بنحاول نعمل الفيديوهات اللي انتم بتعوزوها يا جدعان. وهو ده الفيديو، ما تنساش طبعا تعمل لايك وسبسكرايب وتدوس على الجرس اللي تحت. وكان معاكم سيف الضوي من ايفو فيتنس، واشوفكم في الفيديو. Smoking is cursed to the face. We got the sticks in the place. Them niggas know how we play. I'm just out here trying to make a way. I pray I see another day. Bro got caught up in the system again. I'm praying that he be the case. Keeping a mask to cover my face. Cause I'm so different than Jace.